بنتي نزار. نعم بابا. روحي بكرة الصبح ارفعي دعوة طلاق على فيدات وارجعي على البيت. بابا انت بتأمر؟ يلا روحوا على النوم. شو صار؟ شفته لهالواطي؟ ايه شفته بالمكتب عندي. اصحك بس ما تكون عملت له شي. لا ما عملت، ما قدرت اعمل. هو اعترف ولا لا؟ عم بيقول ما دخلوا بشنق مرجاني وقال انه بناتي عم يضحكوا علي. مو معقول. شو بلا شرف هالزلمه، ما عم صدق. شو متمنية اوصل هالندل؟ اللي عمله بمرجاني نكره. طيب ومشان نظر شو قال؟ مجهز حجج لكل شيء بس كمل. يا اما فيدات الكلب عم يكذب علي، يا اما بناتي. بس انا ما رح صدق فيدات الكلب، رح صدق بناتي طبعا لو عم يضحكوا علي. معلش قبلان بهالشي. الله لا يحرمنا من وقفتك فوق راسنا يا جميل. آمين. لما بتكون أرواحنا نار وشعلة يا طاهر نار. اللي روحك أنت، اللي روحك أنت على شو بتكون شعلة؟ شعلة لأني قلعت نفس من البيت، ما هيك؟ يعني إذا ما طلعت جنازة من باب هداك البيت أنتو ما رح تفهموا؟ لك فهم علي بقى. سعادتنا ما رح نقدر نبنيها من دمار غيرنا، هي بتكون أنانية. ولهذا السبب أنا رح أمشي حتى لو بدي أبكي دم. ايه قلي ادريس. ليك طاهر، نوران ويت وصلتن على البيت ورايح على الجبل ضروري، قلت بخبرك. بس اطمن نفس منيح. يسلموا. طاهر؟ نعم. اصبر شوي اخي. تمر. ايه ان شاء الله. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.